أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك بكتابك المنزل وما فيه وفيه اسمك الأكبر وأسماؤك الحسنى وما يخاف ويرجى أن تجعلني من عتقائك من النار. ضعوا المصاحف على رؤوسكم. اللهم بحق هذا القرآن وبحق من أرسلته به وبحق كل مؤمن مدحته فيه وبحقك عليهم فلا أحد أعرف بحقك منك. بك يا الله 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 تباركت وتعاليت يا رب العالمين. إلهي إنا نقسم عليك بمحمد وآل محمد. انظر إلينا نظرة الرحيم هذه الليلة. إلهي بمحمد 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 صلى الله عليه وآله وسلم. إلهي بعلي إلهي بعلي إلهي بعلي. مولانا أمير المؤمنين في هذه الليلة كأني بي روحي فدا يخاطب فاطمة سلام الله عليها. قومي يا زهرة تعالي مسحي جروحي مسحي يا هاتي ونيني يا بعد روحي قعدي يم راسي يا فاطم نشفي عبراتي ردي لي بس ثواني خل ترد روحي خلتي بهالليلة يا أمي لا تخليني لوحدي أقسمي عليك بحبيبي.
بيك وبالذي بيني وبينك، خل اقول اللي في قلبي وانت سمعيني يا حبي، مو جنيت يمك يا زهرة وغمضت عينك في عيني. شنو المصيبة يا أمير المؤمنين؟ زينب كانت وصيتك ومدللت حدار في بيتك، هسه من هو يحن عليها بعدي وبعدك يا زهرة؟ إلهي بعلي 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 عليه السلام. إلهي بفاطمة انظر إلينا نظرة الرحيم يا الله. إلهي بفاطمة 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 علي السلام. إلهي بالغريب نقسم عليك في هذه الليلة يا الله. إلهي بالحسن 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 عليه السلام. إلهي نقسم عليك بالغريب يا الله. إلهي بنظرة الحسين هذه الليلة إلى أبي وهو مسجى. إلهي بنظرة زينب إلى أخي الحسين وهو منكسر هذه الليلة. إلهي بالحسين 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 عليه السلام. إلهي بعليل كربلاء يا الله شافي وعافي كل مريض في هذه الليلة. إلهي بعلي ابن الحسين بعلي ابن الحسين بعلي ابن الحسين بعلي ابن الحسين بعلي ابن بعلي ابن الحسين بعلي ابن الحسين بعلي ابن
ابن الحسين بعلي ابن الحسين عليهما السلام، إلهي بمحمد ابن علي، 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 بمحمد ابن علي عليهما السلام، إلهي بجعفر ابن محمد، 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 بجعفر ابن محمد عليهما السلام، إلهي بباب الحوائج يا الله انظر إلينا في هذه الليلة المباركة، إلهي بموسى بن جعفر، 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 بموسى بن جعفر عليهما السلام، إلهي بعلي ابن موسى، 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 بعلي ابن موسى عليهما السلام، إلهي بمحمد ابن علي، بمحمد ابن علي، بمحمد ابن علي، بمحمد بمحمد ابن علي، بمحمد ابن علي، بمحمد ابن علي، بمحمد ابن علي عليهما السلام، إلهي بعلي ابن محمد، بعلي ابن محمد، بعلي ابن محمد، بعلي ابن محمد،
بعلي ابن محمد 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 عليهما السلام. إلهي بالحسن ابن علي 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 بالحسن ابن بالحسن ابن علي بالحسن ابن علي عليهما السلام. إلهي إلهي بصاحب الزمان بالحجة يا الله. إمامنا صاحب الزمان هو المعزى هذه الليلة والمأجور هذه الليلة. يا ترى أين هو هذه الليلة؟ هل هو جنب أمير المؤمنين يمسح على جرحه، أم هو جنب زينب ينشف دموعها، أم هو على رأس الحسن والحسين يضمهم إلى صدره؟ مولاي يا صاحب الزمان عظم الله لك الأجر، عظم الله لك الأجر، عظم الله لك الأجر. إلهي بالحجة 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 عجل الله تعالى فرجه وسهل الله مخرجه. سلوا حوائجكم ولا تنسوا إخوانكم المرضى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك ورأفتك يا أرحم الراحمين.
اللهم إني أمسيت لك عبدا داخرا لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولا أصرف سوءا عنها سوءا أشهد بذلك على نفسي وأعترف لك بضعف قوتي وقلة حيلتي فصل على محمد وآل محمد. وأنجز لي ما وعدتني وجميع المؤمنين والمؤمنات من المغفرة في هذه الليلة، وأتمم علي ما أتيتني، فإني عبدك المسكين المستكين الضعيف الفقير المهين. اللهم لا تجعلني ناسيا لذكرك فيما أوليتني ولا لإحسانك فيما أعطيتني ولا يسم من إجابتك وإن أبطأت عني في سراء أو ضراء أو شدة أو رخاء أو عافية أو بلاء أو بؤس أو نعماء إنك سميع الدعاء برأفتك ورحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين والفاتحة مع الصلوات.